60 يوما من الاحتجاجات وستة أشهر بدون مرتبات، إنها حال أطباء وطبيبات وممرضي وممرضات هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، كبرى المستشفيات الحكومية في البلاد. قيادة ميليشياوية وسيطرة أمنية محكمة على المستشفى هي أقصى ما استطاعت الميليشيا عمله في مواجهة احتجاجات الجوع التي تسود المستشفى، فيما فشلت كل الإجراءات التي اقترحها مشرفها محمد المنصور في إنهاء الاحتجاجات وفي إسكات هذه الأصوات. يريد هؤلاء رحيل إدارة جلبتها الميليشيا لإحكام سيطرتها على مرفق طبي يحقق إيرادات كبيرة، في حين يعجز عن دفع مرتبات كادره الطبي والإداري، ولا يتردد عن فرض رسوم إضافية على الأطباء الذين يتلقون دورات تدريبية للحصول على برنامج البورد العربي. فقد أحد الموظفين وظيفته ومع رواتبه لمدة 6 أشهر وكل مستقبله تقريباً، ومنع من الدخول إلى المستشفى على خلفية هذه الاحتجاجات. وفقدت إحدى الموظفات طفلها الرضيع ابن الشهرين لأنها لم تستطع دفع تكاليف علاجه هنا في المستشفى الذي تعمل فيه، لأنها لم تتمكن من الحصول على قرض على ذمة راتبها. مأساة مضاعفة تذوي وسط صرخات هؤلاء الموظفين والموظفات الذين يخفي كل واحد منهم قصة بؤس لا تحتمل. تقتصر تحركات هؤلاء على الأزقة والممرات الداخلية للمستشفى بعد أن حاصرتهم عناصر الميليشيا ومنعتهم من التحرك في الباحات الخارجية. حتى اللحظة فشلت الإدارة المفروضة من الميليشيا في إنجاز حل مرض للاحتجاجات التي عطلت العمل في المستشفى، ولسان حالها يقول إما المنصور وإما الخراب.